هذا هو سيدي بويلبخت، كيقولوا ليه الناس سيدي بويلبخت، هو ما سميتو سيدي بويلبخت، كاع دمنات غلطة في السمية، هو سميتو سيدي أبو البخت، واحد الإنسان كيدير الإحسان بزاف، ما يتمكنش ياكل إلا ما شاف الناس كل، ولكن ذاك الوقت ما سايرين هما حتى 10,000 بنادم، سيدي بويلبخت واحد الراجل، والما ديالو زوينين، كيبريو الحبوب شوية. وكي يبردوا الدات الماء ديالو زوينين بزاف لا كره ايوا هانت الحس هان الفرنسي هانت عرف كلشي صافي